لقيتها فوائد كثيرة، منها الإسعافات الأولية، يعني به تغيير بدل ما قبل ما دي ما طبقوها من أول، يعني بالمستشفيات شفنا فائدة أكثر منها، يعني حاجة جديدة ومتطورة. كان في نقص قليل في المعلومات، استفدنا استفادة كبيرة، يعني تعلمنا فيها كيف يتم تركيب الأنبوبات وكيف يتم إنقاذ حالة المريض وكيف وما هي الإجراءات اللي يتم فيها الإسعاف الأولي بعد الحوادث أو الحروب أو بعد الكوارث للمرضى. استفدنا بالمعارف النظرية بالإضافة إلى المعارف العملية، وقمنا بتطبيق العملي لجميع الإجراءات. استفدنا كيف اولا نقيم الشخص المساء قبل ان نصل اليه من عن بعد، يعني ثم بعدها كيف نتخذ الخطوات لانقاذه، كيف ناخذه ونخرجه الى مكان امن، ثم نقوم باسعافه بشكل يتناسب يعني مع حالته الصحيه حتى يكون في امان. سيدعمني في عدة المجالات، منها التنمية الذاتية النفسية، اكتسب خبرات كثيرة، وذلك بإنقاذ الكثير من الناس في كثير من المحافظات، لأن طبيعة العمل الإسعافي متنقل من محافظة إلى أخرى ونحن في صدد ذلك.